بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحدة من ضمن التولز الجميلة جدا في فاونديشن اللي بتديني الأبيليتي إني أعمل مالتيبل أيتم إيكوال هاي الإيكوالايزر. يمكن يكون الجريد بتديني الأبيليتي إني أعمل ريسبونسيف لكن الجريد بتتعامل مع العروض، الإيكوالايزر بيتعامل مع الارتفاعات. لو حضرتك ناوي تشتغل على أعمدة ارتفاعاتها واحدة، الإيكوالايزر إز يعني حل مثالي بالنسبه لك او طول جميله جدا في انشاء الابعاد دي وريسبونسيف في نفس اللحظه. رايت مثال الايكوالايزر اهو يا جماعه، ديت عباره عن صوره، الصوره لانها هي الاكبر حجما فبالتالي خلت ادي ثلاث عماله متساويين في الارتفاع. الكونتنت صغير لكن ما سمحش بانه يعمل رابنج للنص او انه يجيب لك الصوره العنصر اللي جنب منه هنا، لا لا كل واحد واخد الارتفاع بتاعه، رغم ان الصوره دي ادي اصغر ولكنها فضلت في نفس العمود بتاعها لانها سبيشالي واخده ايه؟ واخده حاجه اللي داخله بالايكولايزنج. الجانب الثاني في الريسبونسيف لو انا حاولت اصغر الجانب ده تشع يا جماعه، لو انا صغرته سي بشويه هتلاقي ان برضه هو ريسبونسيف سي عند لحظه معينه اهو اهو، هتلاقي ان الصور بقت ريسبونسيف لو انا صغرتها مره ثانيه. هير يا شباب الصوره والنص وكده، لو كبرت شويه هتلاقيها بقت ريسبونسيف معاك شويه بشويه. الله المستعان. ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نحكيه في السيشن بتاع اليوم كبيزكس للايكولايزر. عايزين ندرج ايكولايزر نعمل ايه في الاول خالص؟ عشان تدرج الايكولايزر حضرتك محتاج حاجتين. اول حاجه بتكون عباره عن الدروبر، دروبر عباره عن الكونتينر اللي هيشيل العناصر اللي جوه منه. وانا هدي الكونتينر ده، هخلي الكونتينر ده جريد يا جماعه، مثلا انا هدي له رو. في الحاله ديت يا جماعه الكونتينر راح ياخد كلاس، للاسف راح ياخد اتريبيوت، الاتريبيوت اللي راح ياخدها اسمها داتا ايكوالايزر. ديت اول نقطه، تمام متفقين؟ جيد. خلوني بعدين ابتدي اتعامل مع الجريد بتاعي. جيد انا هشتغل على ثلاثه، ف الكلاسز بتوعي هيكونوا عبارة عن مثلا الميديان هايفن فور كولومنز، متفقين؟ اوكي ميديان هايفن فور ده الجريد. الجانب الثاني يا جماعة الكونتنت اللي تشايلد بتاع الايكوالايزر، الابناء اللي بتشكل لك المكونات اللي انت عايز تديها الهاي الثابت، هتاخد الكلاس اللي اسمه داتا ايكوالايزر واتش. طيب خلونا ندرس ادي الديفيجن يا جماعه. والديفيجن ده يا جماعه في الاول كده انا هدي له كلاس معين ولنفرض كلوت او كلوت اقصد يعني، تمام. وهروح ادي له الاتريبيوت اللي انا كنت بقول عليها يا جماعه داتا ايكوالايزر واتش. انا هاخد الكلام ده يدي كوبي وبيست هايفن واتش داتا ايكوالايزر واتش. جوه الديفيجن ده ايه يا جماعه؟ كده اهو ده انا ادرجت الفورميديان ده عشان الجريد مش اكتر. هنا داتا ايكوالايزر واتش ده يعني داتا يا جماعه راح ياخد ويتس معين، تمام. خليني انا طيب ادرج ايمج ولنفرض ايمج. اوكي خلوني نقول اس ار سي بتساوي معايا اي ام جي هايفن 01 دوت ريش بي جي، وهدي لها alternative وهدي لها alternative text image. اوكي وهدي لها كلاس الصورة، هياخد الكلاس صمت نايم يعني، بس امر مميز فيها بس مش اكتر، تمام. خلوني اعمل كنترول اس وشوف اللي انا عملته بريفرش كده بريلود. طيب ده اللي النتيجه اللي صمم منين، هو التاثير الجميل ده. بس ادي العمود اللي هي الايكوالايز الايتم اللي هو فيه اللي هو اتحوط برابنج بعمود كده جميل شويه وشيك. طيب لو لاني عامل رو واشتغلت على اربعه فالمفروض اني اكرر الكلام ده. لو انا عملت كوبي ثلاث مرات كده، اربعه في ثلاثه يدوني ب 12 يا شباب، كده عندي 12 ونفس الايكوالايز. طبعا يمكن تكون تقول لي عشان نفس الصوره فحضرتك ممكن تشوف ان في فرق، انا هبتدي اغير واستخدم مثلا صور مختلفه. ادي كنترول اس، ادي السيناريو بتاعي. رايت لو انا حاولت اجرب ريسبونسيف فهي ريسبونسيف، تمام ريسبونسيف على السمول، واول ما تعدي ناحيه الميديا راح تصغر تاني.
تمام. حضرتك ممكن تلاقي لها حل طبعا، شو بالتاكيد لو انت شغال على جاليري ممكن تلاقي لها نقط كتير تحاول تحل بيها المشكله دي، او تخليها تظهر بشكل افضل مثلا. الشاهد معايا يمكن تكون شاكك في ان الموضوع ده للصور، او تقول ان الصور بتاعتك اساسا حضرتك مصممها بايكوال هايت. اقول لك لا، انا هحاول استخدم باراجراف كنص بديل، وهجيب لك نص من دوري ام ابسون المره دي، هاخده الكبر واتي بيست انت، هحاول اشوف الكونتنت بتاعي تمام. اوكي جميل جدا كده، انا في كنترول اس 1 انا كده عندي يا جماعه باراجراف. لو انا عملت ريلود هلاقي ان اشوفه مع الباراجراف حجمه كان اكبر من حجم الصوره، فبالتالي الحجم الاكبر طغى على الايكوالايزر، فبالتالي ما عملش رابنج، ما خلالاش حاجه تركب فوق سطح حاجه، لا راح زود لي الايكوالايزر بتاع دي وبتاع دي على اساس ان اكبر حد فيهم هو اللي بيعمل كنترول في بقيه افراد المجموعه. نوت فور بيزكس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.